والياسمين والعنبر والريحان. صباح القرنفل، صباح الخير عليكم الغزلان ديالي. كي داير لاباس عليكم؟ ايوا شنو جاتكم المقدمه هي هذيك؟ المهم البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال وتكونوا دائما طب طب طب. وها انا عدت اليكم بجديد. مهم البنات اليوم حبيت انني نبارطاجي معكم النهار ديالي او العشيه او شنو غادي ندير وعلاش درت لكم هذا الفيديو. بصراحه غتجي عندي واحد الصديقه ديالتي، هي صديقه اللي كنعرفها من زمان وشحال هذه بقينا تلاقينا. هي مغربيه وعندها الولد ديالها يمكن عنده شي 14 ولا 15 عام، بقيت عقلت كنت كنعقل عليه كنت كنشدو هو صغير. المهم تبارك الله دابا راه كبر. تقول لي ما كاينش كثر هاد الايام غير صحابات. اي هاد البنات بصراحه هذه وحده من الصحابات اللي وقفت معايا فوقت الحزه، وقفت معايا فوقت الظروف اللي انا كنت كنمر بها صعيبه. وحده من الصحابات اللي كنقول كما كنقول لكم يعني قلال 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 انك تلقاي شي صاحبه او تلقاي شي وحده اللي تكون يعني بحال قلبك. كتعرفوا دابا الصحابات ما فيهم غير اللي تكذب عليك، اللي تغشك، اللي تضحك عليك، اللي دير انها صاحبتك وفي نفس الوقت كتاكل ماكلتك وطعامك وتهضر من وراك وتجمع بك اتاي وتجمع بك بالحلوه. راكم عارفين يعني قلال قلال صحابات. هذه ماشي كنقول لكم ان الصحابات ما كاينينش، صحابات كاينين البنات ولكن قلالات. صحابات يعني ديال بصح اللي كنقولوا غتكون فحال اختك او اكثر من اختك، لان بعض الخطرات ميم اختك وما كتصدقش بحال اختك. كاينين الخواتات اللي كيكرهوا بعضياتهم، كاين الاخت اللي كتغير من اختها. المهم هذا موضوع اخر. المهم انا غير شبيت نقول لكم ان الصحابات كاينين ولكن كاينين قلال. عرفوا مع من تهضروا، عرفوا مع من تحكيوا، عرفوا مع من ديروا ديك الرابط ديال الصداقه. ماشي اي وحده تجي وتكون صاحبتك، لا حتى تعرفيها وتعاشريها ومع المده شنو نقول لك، وبعض الخطرات نيس ميم حتى مع المده وما كتقدريش تعرفها. يعني كيكون داكشي غير زهر ومكتاب، وداك الشخص اللي كتعرفيه واش انسان طيب، واش انسان كيعرف بينه وبين الله، واش انسان كيقدر ما معنى الصداقه. هادشي اللي بغيت نقول لكم. اما الصحبه راه كاينه ولكن كتحسب على الاصابع، قلالين قلالين صحابه البنات. لهذا الا عندكم شي صحبه فشدوا فيها بسنانكم وما تطلقوهاش، لان صراحه ماشي بالسهل انك تلقاي شي صحبه بحالها. لهذا البنات انايا اليوم غادي نطيب شي حاجه، غادي ندير غير شي حاجه هكا بزاف حتى يجيو عندي فوقيتات الكوتي يعني مع 3 ولا 3 ونص. وبغيت ندير شي حاجه راكم عارفين، اتاي مسمان كيكه، المهم داكشي ديالنا حنايا المغربي راكم عارفين. قبل غادي نجمع روينتي لان عندي الروينه بعدا ندير بلاصه فين نطيب ولا فين غادي نقاد، وهذيك الساعه انا غنرجع معاكم. يلا خليكم. المهم غزلان ديالي انا صافي جمعت روينتي دغيا، ما بغيتش نشارك معكم الجمع ديال الروينه. راكم عارفين ماشي الفيديو ما يجيكمش طويل. دابا شنو غادي ندير؟ اول حاجه غنبدا بواحد الكيكه البنات، هي كيكه بالتفاح وبالقرفه، كتجي غزاله هائله ما نقولش لكم. انا تقريبا وجدت كل شيء، غادي نقربكم شويه حدايا باش نوريكم شنو غادي نديروا في هاد الكيكه وشنو وجدت. يلا هاشيو. المهم بالنسبه للمقادير غادي نعطيهم لكم انا كنت غنبغي نصوب الكيكه. حاجه واحده اللي بغيت نقول لكم البنات، كنشدوا التفاح، يعني انا عندي 4 تفاحات هنايا صغار، شديتهم وحيدت لهم القشره ديالتهم ودرت لهم بحال هكا، شفتوا نقيتهم من الداخل قسمتهم على جوج ودرت الماء ودرت ديروا معاه شويه الحامض البنات. الا ما عندكمش الحامض ديروا بحالي، انا درت قطيره من الخل وخليته هكا باش ما يكحلش ليا. دابا شنو غادي ندير؟ غنشدو غنقطعو غنديرو طخونش البنات بحال هكا، هانتوما احسن نقطعو هكا باش يبان ليكم. هانتو السمك ديالو يكون بحال هكا السمك، شفتو نتوما اللي كنتو كتبغيوه بين وبين، ما يكونش رقيق وما يكونش غليظ، ديروه بين وبين. المهم دابا البنات غادي نبداو وعلى بركه الله. المهم التفاح ها هو صفيتو البنات، دابا خليتو ما تصفيوش قبل البنات، صفيو التفاح حتى تبغيو منين تعرفوا راسكم غتبغيو تصوبوا يعني العجين ديال الكيكه عاد تصفيو التفاح هكا باش ما يكحلش. المهم غادي نخليه هنا يتصفى على خاطرو ودابا غادي نبداو.
هنايا البنات القالب ديال الحلوه انا خديت هذا، الا عندكم اي قالب كما كان خذوه. المهم دهنته بالزبده ودرت له الطحين بحال هكا باش ما يلصقش، غادي نخليه اطاب حتى هو. حاجه مهمه اللي بغيت نقول لكم البنات وهي هاد الكيكه، يعني كنخدموها بالمعلقه، يعني بالملعقه كنديروا العبار ديالها بالملعقه. يعني اول حاجه اش غادي نديروا، غادي ناخذوا بعدا البيض ديالنا، ها هما. الا عندكم جوج بيضات كبار ديروهم، ما عندكمش البيض كبير ديروا ثلاثه صغار. غناخذوا زيت عادي، غنديروا سبعه المعالق ديال الزيت، واحد جوج غادي نخلي لكم كاع المقادير، غنخليهم لكم في صندوق الوصف ولا غادي نديرهم لكم في لا فيديو تشوفوهم. دابا شنو غادي نديرو من بعد، ناخذو هنايا هانتوما البنات هنا عصير ديال الليمون، يا اما تعصروه يا اما تاخذوا عصير عادي شنو اللي بغيتو. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعة المعالق ديال عصرة الليمون. غادي ندوزو للسنيدة يعني السكر، حتى هو البنات سبعة المعالق. اللي ما كيبغيش الحلاوة يدير قل، نتوما واللي بغيتو، حيت مازال غادي نديرو الحلاوة مع السيرو. واحد جوج، شوفوا انايا ما كنديرهمش كبار البنات، شتو كنديرو ما كنعمرهمش. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. عندنا الساشي ديال الفاني، الا ما عندكم الساشي الفاني ما ديروهاش، ماشي بالضرورة انكم ديروا الساشي الفاني. وباش الكيكه ديالي تجيني بيضه من الداخل، السر اللي كيديروه بزاف الناس وهو الخل. الخل البنات كيخلي لكم الكيكه زوينه. انا ندير معلقه بحال هكا شتوها ما عامراش بزاف، ودابا غادي ندوزو للطحين. بالنسبه للطحين هي في الاصل خاصنا نديرو 15 معلقه ديال الطحين، ولكن كما عارفين باللي الطحين كاين طحين البنات اللي كيشرب وكاين طحين اللي ما كيشربش، يعني على حسب نوعيه ديال الطحين. انا ها انتما واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش. أنا درت حداش، غادي نشوف. هنا درنا حداش معلقة البنات. غادي ندير دابا الخميرة، خميرة الحلويات، خميرة كاملة. اثناش ثلاثاش اربعتاش خمستاش. هانتوما البنات يعني الخليط ديالنا خصو يكون بحال هكا، شفتوها ملي كتكونوا كضربوها كتحسوا بها غليظه، ولكن ملي كتديروها تهزوها هكا راه كتبان لكم خفيفه. واحد النصيحه البنات، في حاله لانكم درتوا الطحين
وتجمعات لكم بزاف، يا اما تقدروا تطلقوا شويه الحليب او انكم تطلقوا بشويه ديال العصير، نتوما واللي بغيتوا. انا عندي القوام هو هذاك، نفس القوام اللي بغيتوا. نحاولوا البنات نختاروا التفاح اللي يكون الشكل ديالو زويون هو اللي نبداو به، ولا كانت شي حاجه بقات لينا خايبه مدرده غادي نديروها في الوسط. انا غنوريكم التفاح البنات ما غنعسوش، نحاولوا بحال اللي تقريبا بحال اللي غنوقفوه، بحال اللي غيوقف بحال هكا، غنوريكم شفتوا، وتقربوا حدا 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 بحال هكا شفتوا. هادي شتو البنات كديروا لها بحال هكا. انا نسيت ولحت هذاك الجلفه ديال التفاح، موالفه ملي كنخلي الجلفه ديال التفاح البنات كتكون طويله كنغسلها وكنشفها وكندير على شكل ورده وكنحطها هنا الوسط كتجي زوينه، ولكن نسيت ولحتها. دابا بالنسبه للفران شعلته على 200 درجه البنات، من بعد ما سخن ليا غادي ننزلو على 180 درجه ونخلي الحلوه ديالتنا طيب. ولكن قبل ما الحلوه ديالي غادي طيب غادي نقول لكم شنو غادي ندير فيها. غناخذ القرفه البنات غادي ندير فيها القرفه هي الاولى، يعني ما نخليهاش حتى طيب، كنقدر حتى كندير حتى على جوج المرات حتى انا كتعجبني القرفه. اللي ما كيبغيش القرفه يمكن لكم تستغناو عليها، ولكن بالقرفه كتجي زوينه. انتوما دابا اشنو غادي ندير البنات، من بعد ما دخلت الكيكه ديالتنا غادي ندير شي حاجه لساره تاكلها، لحقاش راه قربت 12 وباقا مسكينه ما كلتش، ماتين حتى هو ناعس شويه غادي ينوض، بعدا نوجد لها شي حاجه ما تاكل، ومن بعد نجمع هاد الروينه ديالي ديال الكيكه ونتلاقى معاكم باش يمكن غندير المسمن، ولا يمكن باغا ندير عاوتاني كيكه واحده اخرى بشكل اخر. المهم انا غادي نشوف وديك الساعه نتلاقى معاكم باش نوريكم شنو غادي نديرو من بعد. يلا خليكم معايا. دابا غادي نبداو البنات نصوبوا المسمن. بالنسبه للمسمن كما عارفين انا ما غاديش ندير بزاف، حيت حنا كاينين غير ثلاثه الناس تقريبا، غادي ندير غير واحد شويه، غادي يجيني صعيب باش نعطيكم العبار، حيت كندير مولفه كندير عيني ميزاني، غادي نحاول نعطيكم واخا هكاك العبار اللي غادي ندير انا بعدا. اول حاجه غنبداو بالسوائل. انا هاد شو يقولوا له، هاد مشات ليا كاع الهضره. هاد المسمن غادي ندير له الحليب، غادي نعجنو حتى بالحليب البنات، غندير الماء والحليب. اول حاجه غادي ناخد هانتوما، غادي نص كاس ديال الحليب، وهنا عندنا المدافي غادي حتى هو نص كاس. عاد ديك الساعه غنشوف لخصني الماء باش نقدر، لخصني الماء غادي نزيدو. المهم اول حاجه درنا السوائل، نديرو شويه الملحه، من بعد غادي نبداو في الطحين. هذا الطحين الابيض انا درت كاس، وغادي نزيد كاس واحد اخر الثاني،
وهنايا السميده الرقيقه او الفينو، كل واحد شنو كيقول له. انا درت كاس. حاجه اخرى اخيره وهو الخميره ديال الحلويات. غادي ندير معلقه صغيره البنات ديال خميره الحلويات. دابا شنو غندير؟ غنشد هاد الشيء البنات، غادي نحطو، غادي نديرو في العجانه، وديك الساعه نرجع معكم. الا درت شي حاجه انا غادي نقولها لكم. هي العجينه ديالتنا ديال المسمن ها هي رطبه. انا راني زدت هاد الدقيق كما كيبان لكم قبيله، لحقاش انا منين درت البال البنات كثرت شويه الماء، يعني طرخات ليا، يعني اضطريت انني نزيد هاد الطحين باش تجمع. صافي هذا هو القوام. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نشكلها. اول حاجه ندهن واحد اللاطه بالزيت باش نحطو المسمنات ديالنا. كنعتذر منكم لانكم عارفين ان الكوزينه عندي مضيقه، يعني ما عنديش اتساع، واللي ما عندوش اتساع في الكوزينه هذا هو حاله. يعني شويه صعيب الحال، ولكن ما عندنا ما نديرو. داك طب ندهنها بالزيت بحال هكا. دابا غادي نشكل البنات واحد المسمنات اللي هما يكونوا صغيورين. المهم البنات ها هي الكيكه ديالتنا، يلاه طابت، خرجتها من الفرن، باقا حاميه سخونه. غادي نخليها هنا على جنب، وديك الساعه نقول لكم شنو غندير. اول حاجه نسالو المسمن ديالنا. انا عندي ربع ديال كاس ديال الليمون، وغادي نديرو سنيده، غنديرو ربعة المعالق ديال السنيده. المهم البنات ها هو السيرو ديالنا، شفتو كيف ولا؟ خليته مزيان حتى تعسل ليا. دابا غادي نشدها وغادي ندير هنايا نطلب الحلوه ديالتنا. هانتوما البنات شوفوا كي كتجي الشكل ديالها. دابا غادي نحطها في شي طبسيل ومن بعد نرجع لكم. هنايا عندي سميتو النشا البنات، النشا ها هي نشا الذره، وعندي الفينو غندير غير واحد شويه، وهنا عندي الزبده مع الزيت، هادو غادي نخلطهم البنات مع بعضياتهم.